كل واحد يريد ان هو يبني ذاته ويبني شخصيته، وده مش غلط. المهم ان هو يبني ذاته بطريقة روحية، لان في ناس بيحاولوا يبنوا ذاتهم بطريقة مادية او طريقة خاطئة، يعني بأسلوب سليم ولا بأسلوب غير سليم، بأسلوب روحي ولا بأسلوب مادي. في إنسان بيحاول يبني ذاته باللذة والطرف والغنى زي سليمان الحكيم، حاول ان يبني ذاته باللذة والطرف والغنى وما نفعتش معاه، وفي الاخر وجد ان الكل باطل وقبض الريح، وقال مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. افتكر ان هو يعظم نفسه بهذا الاسلوب لكن ما نفعتش، بالعكس هذا الطرف قاده الى الضياع في ذلك الحين. في واحد عايز يبني ذاته بالسلطة بالقوة زي أخاب الملك لما أراد إنه يكون ليه اتساع في الملكية بطريقة السلطة فما نفعتش وقتل نابوت اليزرعيل. في واحد بيحاول يبني ذاته بالخيانة والغدر زي أبشالوم لما أراد أن يصل إلى الملك بأنه يخون أباه داود النبي ويكون له جيش ويحاول أن يقاتل أباه ويستولي على السلطة بطريقة خاطئة بالخيانة، ما نفعتش ومات. في واحد أراد أن يبني ذاته بالخديعة زي يعقوب أبو الآباء لما خدع أباه وما نفعتش الحكاية معاه. في إنسان يريد أن يبني ذاته بالعظمة والقوة ومديح الناس زي هيرودس الملك اللي ربنا أرسل له ملاك فضربوا فأكله الدود. في واحد يحب يبني ذاته بالغنى زي الغني الغبي اللي ربنا قال له في هذه الليلة تؤخذ روحك منك فهذا الذي أعددته لمن يكون. في ناس يحبوا يبنوا ذاتهم بالمظاهر بالجمال الخارجي وكل ده ما بيجيبش النتيجة. الشيطان أراد أن يبني ذاته بشهوة الألوهة، شهوة الألوهية، أنه يصير إلها. قال أضع كرسية فوق كواكب الله، ارتفع فوق السحاب، اصير مثل العلي، يصبح مثل الله. فكانت النتيجة انه سقط. احنا ما عندناش مانع ان واحد يبني ذاته لكن بطريقة سليمة. في انسان يحب يبني ذاته على ضياع غيره زي أخوة يوسف الذين حسدوه وتخلصوا منه أو ظنوا أنهم تخلصوا منه. في طرق كثيرة لبناء الذات لكن طرق خاطئة. فما هي الطريقة السليمة اللي الإنسان
يبني بيها ذاته. ايه الطريقة السليمة؟ اول طريقة بالمعرفة، بمعرفة الذات ومعرفة الطريق بالعقل بالحكمة بالنجاح. الانسان عشان يبني ذاته لازم يبني عقله ويبني نفسه ويبني ارادته ويبني روحه، ده بناء الذات. ازاي تبني عقلك؟ ازاي بناء العقل؟ ياتي اولا بالفهم. تبني عقلك يعني تبني عنصر الفهم في عقلك، تكون نفسك بحيث تبقى من النوع اللي بيفهم. يعني ايه من النوع اللي بيفهم دي؟ يعني تشغل عقلك وتكبره وتنميه. فيه ناس للأسف الشديد في عصر التكنولوجيا ما بيقدروش يبنوا عقلهم، لأن عقلهم باستمرار معتمد على الآلة، فالآلة هي اللي بتشتغل وعقله ما بيشتغلش في أمور كثيرة جدا. في الحساب مثلا ما يعتمدش على مخه، يعتمد على الكالكوليتر، هو يجمع له ويطرح له. لذلك تلاقي دلوقتي يمكن ناس يتخرجوا من الجامعة وما يعرفوش عمليات ضرب وقسمة كنا بنعرفه احنا عيال صغيرين من غير كلكلة من هذا النوع، يعني ما كناش نعرف الكالكوليتر. وكل عايز يعمل حسابات على طول على المكنة يشتغل، يشتغل بصوابعه على المكنة مش يشتغل بمخه. احنا لغاية دلوقتي وفي هذه السن نقدر نعمل حسابات قوية جدا من غير آلة. الآلة ساعات ما بتخليش الواحد يشغل مخه كتير. كل ما تشغل مخك مخك ينضج، ما تشغلش مخك يقعد زي ما هو. يعني في الطب مثلا في الخارج بالآلات بيعرف يشخص. الطبيب المصري بصوابعه، عارفين يعني ايه بصوابعه؟ يحسس يجس يطلع المرض مظبوط، ولذلك ممكن يقدر يشخص مرض في اي مكان بدون احتياج لآلة. الطبيب بره لازم يجيبوا له كذا آلة علشان يعرف المرض ايه. طب وافرض مش موجودة؟ مش هيعرف. يا ريت الانسان يعرف يشغل مخه علشان تنمي عقلك وعقلك يصبح عقل ممتاز وسليم. لابد انك تنمي عنصر الفهم، تعرف ازاي تفهم. الفهم يعني ايه؟ يعني كيف تفهم. صحة الفهم يكون فهم سليم. سرعة الفهم، ما في واحد عشان تشرح له ويفهم تقعد تشرح وتشرح وهو على بال ما يفهم يكون زهقك. لكن في انسان عنده سرعة الفهم يفهم فهم سليم ويفهم بسرعة، وإيه تاني؟ ويفهم بعمق، بعمق وبدقة، ويفهم زي ما بيقول المثل يفهمها وهي طير. وفي واحد يفهمها قبل ما تطير برضه، يعني يلقطها كده على طول. فهم قوي مثل هذا الإنسان يسموه شخص لماح، يلمح الشيء يفهمه بسرعة
ما يحتاجش لشرح كتير، كفاية انك تقول له مقدمة الموضوع يقول لك ايوه ايوه عرفت بالمقدمة بس. لكن في واحد تاني تقول وتكرر وتعيد وتشرح وتزود الشرح وتبسط الموضوع وهو لسه، وهو ايه؟ لسه. يبقى صحة الفهم، سرعة الفهم، عمق الفهم، دقته. في شخص يفهم الشيء ويفهم ما وراءه، يعني مسألة تعرض عليه يفهمها ويفهم الخلفيات اللي وراها أو يستنتج، ما هو الاستنتاج قوة أيضا من قوات العقل. في واحد يفهم الشيء ويفهم المخفي أو اللي يراد إخفاؤه، يعني يفهم الخفيات والظاهرات. وفي واحد يفهم بدون وسائل منظوره، يعني كفاية يبص الواحد يبص في عينيه يفهم، يبص في ملامحه يفهم، يشوف لهجة صوته يفهم، عنده قوة في الفهم. عايز تبني شخصيتك، ابني قوة فهمك، مرن نفسك على الفهم بحيث انك انت تفهم بسرعة وبدقة وما يضحكش عليك. الانسان اللي بيمرن ذكاءه ويبني شخصيته يفهم الامور من جميع الزوايا. في واحد بيفهم زاوية واحدة وما يفهمش الزوايا الباقية، لكن الشخص اللي بيمرن نفسه على الفهم السليم يفهم جميع الزوايا كله، يفهم الكلمة اللي بيقولها ويفهم ردود الفعل بتاعتها. الشخص غير الفهيم اهو بيقول الكلمة وزي ما تطلع، ايه ردود الفعل؟ ما يعرفش، واول ما تيجي ردود الفعل يتعب ويندم ويقول يا ريت. الإنسان اللي يبني شخصيته لازم يشغل عقله عشان يبني عقله. في ناس يعتمدون على عقول الآخرين لكن ما يعتمدش على عقله هو، كل حاجة يروح يقول أعمل إيه أسوي إيه وزي ما يقولوا له يعمل، لكن ما بيشغلش مخه. فلو ابتعد عنه من يشير عليه يرتبك، ما يعرفش يتصرف، ما يعرفش يتصرف. يعني في اباء اعتراف يحبوا ان اللي بيعترف عليهم يبقى يعتمد عليهم باستمرار، يبقى شخص ديبندنت، يعني لازم يشاور في كل حاجه. وفي اباء اعتراف يمرنوا الشخص انه يعرف يتصرف، يعرف يتصرف، ما يقعدش باستمرار يسأل حتى في البديهيات. يعلموه الإفراز، يعلموه الحكمة، يبنوا عقله، يبنوا روحه، يبنوا تصرفاته. استخدام العقل في التفكير ده يجيب الذكاء، لكن استخدام العقل في التصرف يجيب الحكمة. يعني الفرق بين الذكاء والحكمة، الذكاء عملية فكرية عقلية بحتة، لكن الحكمة هي ذكاء في التصرف في النواحي العملية في الحياة. اللي عايز يبني عقله ما يكونش مجرد إنسان عقلاني، يخلط العقل بالفضيلة والبر. اللي عايز يبني عقله يمرن عقله انه يشتغل، يعني الناس اللي بيحلوا الألغاز
اللي بيحلوا المسابقات، اللي بيحلوا التداريب الصعبة والمعقدة، بيمرن عقله. زي التلميذ يخش في ثانوي يدوله نظريات هندسة، وبعدين يدوله تمرين مباشر على النظرية، وبعدين يدوله تمارين غير مباشرة، وبعدين يدوله تمارين يستخدم فيها نظرية واثنين وثلاثة واربعة على بال ما يوصل للحل. عقله بيشتغل. لو جبت دية اوصل لدية، ولو وصلت لدية اوصل لدية. ماشي. من ضمن الاذكياء الذين ارى انهم بيشغلوا عقلهم كويس، الناس اللي بيلعبوا شطرنج. معرفش بعضكم يعرف الشطرنج بيطلع ايه ولا، لكن كلكم تعرفوه غالبا. تلاقي الاتنين قاعدين، وده قاعد يفكر والتاني قاعد يفكر، وتمر عليهم فترة صمت طويلة، يتهيأ لك انهم مش موجودين، هم بيكونوا في عمق التفكير. واحد يقول لو احرك دي يجرى ايه، لو احرك ده ايه زميلي يحرك التاني ويبقى فيه خطورة على كذا. لا بلاش. طب احرك دي يعمل ايه، وهو قاعد يشوف كل ما يشتغل شغلانة يشوف زميله هيعمل ايه ويرد على زميله، وبعدين وقاعد يفكر تفكير طويل لغاية لما يوصل، وبعدين يحرك حاجة ويكون عارف تمام ايه اللي هيحصل بعديها. انا لو حركت العسكري لو كلوا بالفيل اكلوا بالحصان، ماشي الحكاية. من كلب الحصان تلحقوا الطبية تاخده، الحكاية ماشية. قاعد يفكر تفكير خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة، ده عقل بيشتغل. اللي بيفكر في خطوة واحدة ليس إنسانا ذكيا، اللي بيفكر في خطوة واحدة ليس إنسانا ذكيا. الإنسان الذكي يفكر في خطوات طويلة متتابعة، يفكر في الخطوة وردود فعلها ورد فعله على ردود الفعل، والحكاية ماشية. بالتداريب يفكر في طريقة حل المشكلات. في واحد كل ما تجيله مشكلة يجري على أب على مرشد، ولكن في إنسان تاني لما تجيله مشكلة يقعد يفكر، لما ما يلاقيش فايدة خالص جايز يلجأ إلى مرشد، لكن لازم يشغل عقله. الإنسان لما بيشغل عقله بيصل إلى معلومات، والإنسان الحكيم لا يحشو عقله إلا بالمعلومات المفيدة النافعة. اللي بيبني عقله لازم يبني العقل الباطن أيضا، في أشياء بتخزن في العقل الباطن، فهو يعرف إيه اللي يخزنه وإيه اللي يرميه يرفضه. عشان كده يبقى عنده عقل باطن سليم، يكون دقيق في التخزين، عملية التخزين. زي واحد عنده كمبيوتر ما يحطش فيه غير المعلومات النافعة، والباقي ما يحطوش، مش ينفع. اللي عايز ينمي عقله غير التدريب والتمرينات والمسابقات والألغاز، اللي عايز ينمي عقله يعاشر الأذكياء والحكماء، يعاشر الأذكياء والحكماء فيتعلم منهم الذكاء المكتسب والمعرفة المكتسبة والحكمة المكتسبة. يعني في واحد ذكي بطبيعته، وفي واحد بيمتص الذكاء من عشرته مع الأذكياء، وفي إنسان لا يهتم بعقله فعقله يهمل فيفقد كثيرا من طاقاته.
عايز تبني شخصيتك ابني عقلك، ابني معرفتك، معرفة بالقراءة، كما انك انت تعاشر الاذكياء فتأخذ منهم افكارا، كذلك لو عاشرت الكتب والقراءات بتأخذ منها افكار. واللي عايز ينمي عقليته تنمية سليمة يعرف ايه اللي يقراه وايه اللي ما يقراهوش، لان في معلومات ضارة. علشان تنمي شخصيتك وتبني شخصيتك لابد ايضا ان تبني نفسيتك، ونفسيتك غير عقلك. عشان تبني نفسيتك وتحولها الى نفسية سوية، سوية يعني غير منحرفة ولا مريضة، شخصية بعيدة عن أمراض النفس، بعيدة عن أمراض النفس، يعني درب نفسك إنك تبعد عن الخوف، وإنك تبعد عن القلق، وإنك تبعد عن الاضطراب، وإنك تبعد عن الشك، وتبعد عن الظنون، وتبعد عن العقد. وإن نفسيتك تبقى نفسية سليمة ليس فيها أمراض من أي نوع. على فكرة زي ما قلت إنك أنت لما تعاشر الأذكياء تمتص منهم ذكاء، لما تعاشر نفسيات تأخذ منها أيضا. يعني اللي عاشر أشخاص نفسيتهم فيها الشجاعة والقوة يتعلم الشجاعة والقوة، اللي عاشر ناس خوافين مرض الخوف يعديه، زي ما الأمراض الجسدية بتعدي الأمراض النفسية بتعدي. تقعد مع واحد ويجي خبر تلاقيه ارتعش، تلاقي الرعشة زحفت إلى قلبك على طول. الرعشة دي ممكن تيجي بالعدوى، بالعدوى. واحد يقول لك ولا يهمك، ولا ايه يهمك، يقول له ولا يهمني، تلاقي الشجاعة دخلتك. واحد عنده شكوك وظنون يقول لك لا انت فلان بيقول الكلمة دي سهل، ده لازم يقصد ويقصد ويقصد. تقول له على رأيك لازم يقصد ويقصد ويقصد، وتلاقي الشك دخل إلى نفسيتك، مرض من الأمراض يدخل إليك، مرض من الأمراض. عشان كده تلاقي مجموعات معينة تقريبا لها طبع واحد، لها طبع واحد. واحد في نفسيته البخل يعلم غيره حكمة البخل، يقول له إن حافظت على القرش تحصل على الجنيه، كنت أمين في الحفاظ على الجنيه يجي لك المية جنيه، كنت أمين على المية جنيه يجي لك المليون، يجي لك المليار. يعلمه. يقعد مع واحد تاني يقول له ربنا مش هيعطيك قرش غير لما تصرف اللي معاك يديك بداله. صدقوني حتى الإيمان في الروحيات ممكن الإنسان يمتصه من معاشرة المؤمنين اللي يشعروا إن ربنا لازم هيحل كل حاجة. حاول إنك أنت تعالج أي مرض يأتي إلى نفسيتك، لهذا نفسيتك تقوى، نفسيتك تقوى، وتتعلم الفضائل الخاصة بالنفس. إذا استطعت أن تبني نفسيتك ممكن أيضا أن تبني أعصابك.
يعني ايه تبني نفسيتك وتبني اعصابك؟ يعني الانسان الذي يعالج نفسيته من الخوف يعالج اعصابه من التعب، لان اذا الخوف جاله اعصابه هتشتغل. النفس والاعصاب بيشتغلوا مع بعض. الشخص الشجاع نفسيا يكون قوي في اعصابه، الشخص الضعيف نفسيا الخواف يكون اعصابه تعبانه. حاول انك تبني نفسك، تبني فكرك، تبني نفسك، تبني معارفك. الشخص بيكون شخصيته قوية ايضا لو كانت عنده معارف قوية في اي موضوع بيقدر يتفاهم فيه. تلاقيه انسان اجتماعي وانسان قوي في الرأي لان عنده معرفة كويسة. عشان تبني معارفك تقرا كتير وتختار الجيد من القراءة، ولا تقبل كل ما تقرأه وتناقش الأفكار. تلاقيك ابتديت يكون عندك ثروة من الفكر وقوية وصحيح، غير الإنسان اللي يفتكر إنه يبني شخصيته يقعد يدردش مع الناس ويدردش في التافهات، وبعدين كلما تقل التافهات التي في ذهنه يبحث لكي يضيف إليها تافهات أخرى ويحشو ذهنه بكل ما هو لا قيمة له. ده مش هيكون له شخصية قوية. شخص قوي، عقل قوي، ذكاء قوي، فهم قوي، معلومات قوية، معلومات متنوعة، كما لو كان دائرة معارف في أمور عديدة، ده يبقى بيبني شخصيته. أقول هذا والعطلة الصيفية جاية، فياريت يكون في فرصة للشباب إنهم يقروا. لما يقروا بيبنوا شخصيتهم، بيبنوا الفكر والعقل والمعلومات، وبيضيعوا يعني اللي ما بيقروش بيضيعوا وقتهم في التافهات. إذا أردت أنك تبني شخصيتك لابد أن تبني إرادتك، تكون ليك الإرادة القوية، تكون ليك الإرادة القوية. لأن في إنسان يعرف كتير وما يقدرش ينفذ لأن إرادته ضعيفة، يعرف إن ده خطأ ويمشي فيه لأن إرادته ضعيفة. تبني الإرادة بتاعتك وتقوي إرادتك بطرق متعددة، عن طريق ضبط النفس، عن طريق ضبط النفس، تعود ذاتك على ضبط النفس، تضبط إرادتك، تضبط فكرك، تضبط لسانك، تضبط شهواتك، تضبط عملك. يكون كل عمل بتعمله وكل فكر وحس تحت إرادة قوية، ضبط. زي ما انت في الصوم بتاخده تدريب لضبط النفس، ما تاكلش من ده يعني ما تاكلش وتنفذ إرادتك، برضو تقول الفكر ده أبعد عنه وتنفذ إرادتك، الكلمة دي واللسان أبعد عنه وأنفذ إرادتي. لا تمشي مع كل فكر يأتيك، ولا تمشي مع كل شهوة تأتيك، ولا تمشي مع كل الحواس، إنما يكون عندك نوع من الضبط. اسلك في تدريب التغصب، اغصب نفسك على عمل الخير، سيأتي وقت تتعود فيه عمل الخير وتعمله بدون تغصب. إرادتك تكون تدربت على عمل الخير.
علشان تضبط إرادتك لازم تدرب نفسك على يقظة الضمير. يقظة الضمير، ضميرك يكون صاحي باستمرار، لا يغفو ولا ينام، باستمرار تكون يقظ الضمير. تساعدك الذاكرة إذا وضعت أمامك آيات تمنعك من ارتكاب الخطأ، تقوي إرادتك إذا وضعت أمامك قول بولس الرسول في عبرانيين 12:4: لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية، المقاومة حتى الدم عشان تقوي إرادتك. تداريب مخافة الله، لأن في ناس في سبيل محبة الله ينسوا مخافته، لكن إذا تدرب على تداريب المخافة تقوى عنده الإرادة. عشان تقوي إرادتك لازم تضع أمامك مبادئ وقيم، مبادئ وقيم تثبت عليها ولا تتخلى عنها مهما حدث من تعويقات أو من إغراءات. في مبادئ، في قيم معينة، تتعود الالتزام، تتعود التدقيق في الحياة، تتعود الجدية، من أجل أن تقوي إرادتك أيضا لابد أن تدخل في الوسائط الروحية التي تقوي المبادئ والقيم في حياتك فلا تخطئ. تحاول أنك أنت تبني نفسك في كل ما يفيدك ولا تخطئ. أيضا تبني روحياتك، وبناء الروحيات ده عمل كبير جدا جدا. ممكن الوسائط الروحية تسلك فيها، ممكن الفضائل الروحية تسلك فيها، ممكن تدرب نفسك إن الروح تنتصر على الجسد، إن الروح تنقاد بروح الله. يا ما طلعنا لكم كتب عن هذا الأمر، اتفضلوا كفاية كده.